أصدر الاجتماع الموسع لقبائل الصبيحة بمحافظة لحج بيان أدان فيه ما تعرض له منزل عبد الرب المحولي نائب وزير التعليم الفني من اعتداء همجي، وطالبوا الأجهزة الأمنية المعنية للقيام بواجبها تجاه هذه الجريمة الشنعاء. إلى التفاصيل. شهدت منطقة السقية بمديرية المضاربة ورأس العارة يوم أمس تجمعا جماهيريا كبيرا تقدمه مشايخ الصبيحة وقاداتها العسكرية والأمنية والمدنية للوقوف أمام واقعة الاعتداء لجرائم الجبان الذي تعرض له منزل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ عبد الرب غانم المحولي في منطقة السيلة بالشيخ عثمان، حيث أطلع الأستاذ المحولي الحضور على تفاصيل العملية الإجرامية اللاأخلاقية في ترويع الساكنين بالمنزل من نساء وأطفال ونهب الممتلكات الشخصية بدون أي مسوغ قانوني. الذي حصل حصل صراحة فجأة ولا حد فجأة. 30 طقم مسلح مع مجموعة عربات لا أدري، أما الطقم إيه لا تقل عن 30 طقم، والعربات حد يقول 10 حد يقول 6 حد يقول، ونحن غايبين عن المنزل والكل يعرفنا، وهذا المنزل من 1997 ليس وليد اللحظة أو منزل مستأجر قريب أو مستحدث من قريب، والكل يعرفه والكل يرتاده. عموما نحن فخورين جدا بكم، ونحن معكم ومنكم وإليكم، ونحن إن شاء الله هذا الجميل لن ننساه، ولن ننسى كل خطوة خطأ رجل من هذه الرجال الذين لا يرضون بالباطل ولا يرضون بالإهانة. انتهى حرمة منزل فيه العوائل الأطفال، كذاب اللي يقول من العوائل الخارج. البيت ما كان فيه إلا حارس واحد، هذا أول مرة يدخل عدم. الباقيين اللي أخذوهم هم من الأهل، معهم دكان جنب الحوش جنب البيت، والواحد من الجرحى الجبهة المقاومة يتعالج، وواحد برضه من أفراد الجبهة صوّق دينا طرح دينا حق ورقد معهم تمام، وبزوهم دون سلاح دون شيء دون انذار، اقتحم حرمة المنزل 30 طقم مسلح. أنا كنت أفضل إني أموت أنا وذي معي ولا يدخلون بيتي، وهذا الآن الموضوع لكم، والناس منتظرين منا الحسم. طفح الكيل، بلغ السيل الزبق، كلهم المجتمع المدني العسكريين المدنيين الشخصيات الاجتماعية السياسيين بمختلف أطيافهم في عدن هكذا يتواصل مع الناس، يقول لك غلطة غلطة بعد غلطة، قدها آلاف غلطات، لو قلنا مئات الغلطات لم تبدأ. آخرتها منزل الشيخ القدوي عطيه اللي هو بيني وبينه يمكن ثلاثة شوارع أربع شوارع، حصل له ما حصل نفسه ما حصل لي، ولكن استقبلهم ولد بالباب فتح ضربه وقتله، وفي الأخير يقول لك غلطة. فيما أكد الأخ اللواء الركن أحمد عبد الله تركي محافظ محافظة لحج بأن هذا العمل الجبان الذي تعرض له مسكن نائب وزير التعليم الفني هو من الأعمال الجبانة التي لا يقرها شرع ولا عرف ولا قانون. اليوم نحن اجتمعنا طبعا في هذا المكان المشايخ وقادة عسكريين ومثقفين ودكاترة ومشايخ علم ومشايخ قبائل، كلنا من أجل ما حدث نائب الوزير الأستاذ عبد الرب غانم المحولي. إن هذا الخطأ الجسيم والكبير في انتهاك المنزل ترويع الأطفال ودخول إلى غرف النوم وتفتيش النساء بدليل واضح أن العمل مدبر وأنه سيكون في المستقبل لكثير من القيادات وكثير من نحن تعاهدنا مع أخواننا القادة وتعاهدنا مع مشايخنا بشكل عام لن نوقف مكتوفي اليد امام اي قضيه كانت الوزير او نائب وزير او المحافظ او القائد العسكري او لك. نحن سنقف حتى مع ابسط مواطن من ابناء الصبيحه بالحق، وتكلمنا امام الجميع قلنا سنقف مع ابناء الصبيحه بشكل عام بالحق، والغلطان سنرجعه لصوابه والصائب كله صائب. اليوم أمام هذا القضية وأمام قضية
ابن قودح كذلك الذي تم قتله من أوسان نفس أوسان وقواته في الصلبان وفي أمر قهري نقول عليه. القضية الثانية هي قضية القبس وتماطل إدارة الأمن بالرغم أن هذا عبد العزيز الحدي هو سلم نفسه، ولكن إجراءات النيابة والملف النيابة لا غبار عليه مهما تحجبت عليه القيادة الأمنية، مهما تحجبت على القيادة السياسية، مهما تحجبت على القبلية، فهذا قضية موجود في النيابة وملف جاهز سلم للنيابة. وعلى أولياء الدم الصبر، والموضوع سيحل عبر النيابة وعبر الجهات القضائية إن شاء الله. العميد الشيخ حمدي شكري نائب القائد العام لألوية العمالقة قائد اللواء ثاني عمالقة أوضح بأن هذا العمل الجبان الذي يتنافى مع أعرافنا وأخلاقنا وكل القوانين السماوية والأرضية يجب أن يقابل برد حاسم حتى لا يتكرر مستقبلا ضد أي مواطن داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذا العمل الغادر. أبناء الصباحة أكثر الناس قدمت قوافل من الشهداء. أبناء الصباحة لا زال وزير الدفاع أسير وهم ساكتون. أبناء الصباحة كم جريح ومعار مع فكرهم المدقع وما مع ما هم فيه من غلط العيش، فلا يزايدون على هذا. فيجب الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان يجب أن يرد، ليس أن تقابل الحسنة بالسيئة. نحن فاتحين صدورنا لإخواننا أننا نعمل صف واحد في أمن واستقرار بلادنا، لا نريد لا نميل لا مشرق ولا مغرب، نحن أهم شيء بلدنا. لكن مع هذا لا تنتهك حرماتنا ولا ينقص من قدر إخواننا، ويجعل لكل واحد قدره واحترامه. هذا وقد خرج الاجتماع ببيان أكد فيه على إجماع الحضور على بشاعة ذلك التصرف الهمجي الذي تعرض له منزل الأستاذ عبد الرب المحولي إثناء غيابه وترويع النساء والأطفال فيه، وطالب البيان باسم كافة قبائل الصبيحة بكافة شرائحها ومكوناتها برد الاعتبار الفوري من قبل المعتدين على ابنهم الأستاذ عبد الرب غانم المحولي خلال 72 ساعة ابتداء من فجر يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020. ودعا البيان في الختام الأجهزة الأمنية المختصة للقيام بواجبها تجاه تلك الجريمة الشنعاء. شارك في التجمع الأخ زيد أحمد طه عضو مجلس النواب وعدد من وكلاء محافظة لحج والقادة العسكريين والأمنيين.